Allez, c'est parti. Aول حاجة bien sûr كندخلوا للحمام و كنجمع شعري باش نغسل سناني ومن بعد نغسل وجهي. Toujours dans la bonne humeur. Et oui, واخا فايقين بكري. Ensuite, كناخذوا هاد كليننس et هي اللي كنغسل بها الوجه ديالي. J'adore هاد لو نيتوايون و كنستعمل également هاد لا بروس كلاريسونيك لا ميا 2. يمكن ليكم تغسلوا غير بيديكم. من بعد كنغسلوا وجهنا et ملي كننشفوه اون تابوتون ما عمركم تجروا الوجه ديالكم. Ensuite كناخذ هاد لا كريم هيدراتون ديالي ديال استيلودير pour peau grasse ou كندير ان كونتور دي زيو ديال كلارنس. ابري الا كنتي في الكوليج بيان سور ما غاديش تكوني كديري ان كونتور دي زيو. Ensuite direction الكوزينه غادي نوجدوا واحد لو بلا ساهل ورابيد. Et pour un petit déjeuner صحي واللي دغيا دغيا يوجد لينا غادي نحتاجو لدي فلوكون دافوان هكذا اللي يمكن ليكم تاخذوه من اي سوبر مارشي. عندي لاروم ديال الفاني, عندي ساشي ديال الخميره, عندي بيضه, عندي هنايا لو لي داموند يمكن ليكم تاخذوه غير الحليب العادي. انا فضلت نستعمل لو لي داموند حيت كيكون صحي اكثر وحيت كيكون 100% فيجيتال و بوف اون اسيد غرا ساتوري. ممكن ليكم تستعملوا اي حليب عندكم. وخديت بحال هكذا بور لا غوم des compots de chocolat. Ah, on cite l'ingrédient le plus important, je pense. L'un des plus importants de la recette, ou est-ce que c'est mon rescunch? Banane. غادي نحتاجو البنانه aussi. Donc, انا غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملوا هاد المقادير اللي وريتكم دابا. Pour commencer déjà كنزيتو هاد لو بول ديالنا parce que ما خاصش الخليط يلصق فيه. دونك غادي ندير شويه زيت بحال هكا اي جي في بروندر ديك الشيته ديال الحلويات عرفتوها هكا اي غندهن لو بلا بي كامل. جوست كيسيون كو لو بلا يكون زيت او ما يلصق ليناش فريمون. كاشت البنانة ديالي كنحطها طريفات غادي ندهسها اون فيت. باش يسهل عليا الدهس غادي جو بونس غادي نزيد داكشي ديال الحليب اللي محتاجه في هاد لا روسيت. باسكو لا جو بونس كو راه يبان ليكم حسن شنو كندير. جو بونس كو لا فو فوايي بيان. انسويت كيما قلت ليكم كنزيدو لا فاني او كو مو جيم بيان الفاني. دونك فوالا كنزيدو البيضه ديالنا. Et كنزيدو aussi la levure chimique اللي قلت لكم غندير واحد قياس معلقه كبيره. يعني تقريبا ساشي معلقه كبيره سنودون ساشي ديال لا levure chimique. Et دابا كنخشيو هادشي لمدة 4 ديال الدقائق في الميكرووند. سي بارتي. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu la texture qu'il a. Qui coule un petit peu faire un cake. Donc voilà, tu vois la texture du
Elle est assez spéciale. Et là, on va goûter un petit bout. C'est bon. Mais la prochaine fois, par contre, je vais mettre un lait d'amande parce que le lait d'amande meurt. La prochaine fois, je le ferai avec du lait normal. من بعد انا جينيرالمون كيعجبني ناكل ونتفرج اون ميم طون في التلفازه دونك كنمشي كنتقابل مع التلفازه باش نفطر اي اونسويت جات الوقيته ديال الميك اب سي بارتي غنستعمل هاد سي سي كريم ديال اس فيغ اون بلوس فيها ان اس بي اف 50 يعني كتحمينا من اشعه الشمس وكنديرها بيوتي بلندر ممكن لكم ديروها بيديكم نتوما وخاطركم ومن بعد كناخذ هذا لو كريون سورسيل ديال بورجوا الثمن ديالو ما غاليش فريمون استعملت منتوجات رخيصه في هذا الفيديو بور لانتيسيرن انا استعملت هنا انتيسيرن ديالي غالي ديال استيلودير ممكن لكم تستعملوا لو فيت مي ديال ميبلين داير 70 درهم اي لي تري بيان اونسويت بور لا بودر جي بودري تحت عيني والوجه ديالي كامل بلا بودر ديال لا روج بوزي من بعد كناخذ هذا لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن اللي خديتها من عند اسماء اكسسوري شوب اي كنستعملها فريمون غير هنا le creux de paupière juste pour donner la profondeur le regard au même bad nichan qu'un jindel had mascara de kiko les tahoua disponible and asma accessories shop il est pas mal le mascara franchement vraiment radin dirou un no make-up no make-up on bad kan d'art had le blush ou en même temps contourine diel la marque W7 qu'un diel contourine diel déjà pour réchauffer enfin c'est pas du contourine c'est juste je réchauffe le teint dialib un bronzer voilà بحال هكا ومن بعد كناخذ لو ميم بلوش ديال دو في 7 وكنديرو ومن بعد كنخيركم ما بين هذا ديال لوريال وما بين لو روج ا ليف ديال ويت ان وايلد ويت ان وايلد دايره 35 درهم دونك هو اللي درتو سي لا ريفيرونس بيريت اول سي لو ديو بارفي ديال ماك تيدي دونك هذا هو الميك اب فريمون خفيف ان نو ميك اب ميك اب الا كنتو في الكوليج ما تحتاجوش اصلا ديرو un make-up bien sûr à partir du lycée et puis on passe la coiffure كنمشيو هنا كناخذو الشعر ديالنا كنجمعوه كنمشيو تقريبا لنص الحاجب ديالنا وكنهزو الشعر ديالنا بحال هكا وكنديرو ميسي بن يعني واحد سميتو اش كنعيطو له مشات لي سميتو كنعيطو له انشينيون فوالا دونك كنديرو انشينيون بحال هكا لوز يعني طايح بزاف وكنمشي لهنا وكندير ضفيره عاديه كناخذ واحد شويه ديال الشعر ديالي وكنضفرو ضفره عاديه دونك فريمون هذه مشيطه اللي يمكن لكم ديروها كل نهار سهله دغيا يمكن لكم ديروها وكتعطي واحد لو بيتي كوتي الي اونيك اون فادير باسكو ماشي كلشي غادي تلقاوه داير هذه المشيطه بحال هكا اي سا شانج دو شارم طلوق 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 دونك فوالا هذا هو الريزولتا فينال بون درت لكم دي فوتو باش تشوفوا حسن حيت في لا فيديو ما بانش مزيان Donc j'ai essayé de prendre pas mal de photos, mais je vais comme had look un petit peu plus parce que c'est clair que Mickey Ben je me sens donc voilà d'être li comme Anaya très rare normal ou c'est char camel et puis Anaya واحد little bun messy bun بحال هكا كي جاي بحال مخربق ديكوافي donc le but ديال had المشطه انك بعدا تجمع الشعر على وجهك يعني ملي تكون كتكتب وديك الشيء ما يبقاش الشعر كيطيح لك بزاف على وجهك مي اون ميم طون ما كتبانش دزتي 5 السوايع وانت كتصيف شعرك درتي واحد البن فيت في مخربق هكا جا طايح شويه من اللور اي بي زدتي واحد الطفيره من هاد الجهه كي في ان تي بو لو شارم ديال هاد لا بتيت كوافور هايبر فاسيل اي سامبا بور ان باك تو سكول لا كوافور الثانيه اللي غادي نقترح عليكم نحيدو بعدا لا كوافور الاولى لا كوافور الثانيه اللي غادي نقترح عليكم في الباك تو سكول هي هادي دونك غادي تشدو شيطا انا كنشوف هاد الجهه عندي مرايه في الجهه كنقسم شعرنا بون تقريبا على جوج حيت عندي جهه فيها اكثر من جهه جينا في غنديرو واحد لاكوت عالية اي سي لا فين كنجبد هاد التصويرة ديالي ملي كنت صغيرة كنشبه لراسي بون ما غنبقاوش بحال هكا غادي نمشي نجيب لاستيكات حيت نسيتهم وراجع عليكم تويست
Tout le monde pense à le tweet, 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 tweet. Ça donne à peu près ça. Ça donne à peu près ça. On va faire pareil, de l'autre côté. Et je m'approche à la corde, on va essayer de tirer un petit peu les cheveux. D'ailleurs, vous avez fait un petit plastique, les gens. The time, the time, the time. وهذه هي لا دوزيام كوافور اللي كنقترحها عليكم ولكن فيت ان سورت انهم يجيو في نفس البلاصه علينا باسكو انا عندي هذا زايد القدام شويه على هذا دونك هذا كان مزال خاصو يجي شويه بحال هكا مي بون اون سان سو فوا با ترو وهاد الشنتيفات اللي هتكونوا جبتو ديروا فيهم ان بو كريم انا ما عنديش لا كريم دابا هنايا ما درت فيهم والو مي انتوما من الاحسن ديروا فيهم ان بيتيت كريم اي هذا هو لو ريزولتا كان هذا هو المورنينغ روتين سبيسيال باك تو سكول كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا اصابع الزرقاء طامز اب الى عجبتكم هاد لا فيديو عجبكم هاد المورنينغ روتين ولا بغيتوني ندير لكم نايت روتين علاش لا كتبوها ليا اون كومونتير وخليو ليا اصابع الزرقاء باش نعرف بلي هاد الستيل ديال الفيديوهات كيعجبكم ما تنساوش تبارطاجيو اوسي هاد لا فيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه زي بيوتي بالنسبه للاشخاص اللي مازال ما مشتركينش كندير لكم بوسات كبار ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.